اهلا بيك يا فندم. ايه اخر التطورات في موضوع نانسي؟ استاذ عمر، تقرير الطب الشرعي ورد وافاد بانه تعرض الشاب السارق اللي دخل الى بيت نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم ل 17 سلق ناري، معظمها اتى في الصدر والبطن، مما ادى الى تمزيق رئوي حاد واصابه بالقلب، ادت الى الوفاه الفوريه فجر وقوع هيدا الحادث. اخبار كثير من بعد تقرير الطب يعني الشرعي، الطب الشرعي رسميا قال، لان احنا كنا الاول بنسمع الاخبار دي ومش عارفين صحتها، انه الدكتور فادي اطلق على السارق 17 رصاصه. نعم، هذا التقرير اليوم، وطبعا قبل ورود التقرير الطب الشرعي ومع تواتر الاخبار اللي افادت بانه كانوا قبل 16 طلقه سمعنا وسمعنا 18، ولكن بحسب التقرير اللي بايدي اليوم ومتوفر ايضا على الانترنت وبالعديد من المواقع، 17 ناري معظمها في منطقه الصدر والبطن، وهيدي يعني الاخبار. وردت اخبار ثانيه منها الاشتباه بوجود متورط اخر ساهم بمقتل السارق محمد حسن الموسى، اذ انه بحسب الاخبار اللي يعني عم تتواتر على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع، اطلقت هذه الرصاصات من الخلف ومن الامام. ولكن محامي عائله نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم الاستاذ جابي جرمانوس طلع وبرر تصرف موكله اليوم الدكتور فادي الهاشم بقوله انه هو منه خبير عسكري، وانما هو شخص تعرض لوهلة عصبية، خصوصا انه السارق كان مقنع، كان لابس القفازات، يعني كل ما يستلزم من عدة انه يكون لص، اشهر مسدسه ببيته، وكان المسدس من نوع جلوك، يعني مسدس رشقي، وانه قرب المسافة يعني لا تتعدى المتر او مترين خرق جسم القتيل من ناحية إلى أخرى. وهذا الشيء يعني كان عم بيحاول يفسر انه ليش ممكن ظنوا انه الطلقات اتت من الامام ومن الخلف، يعني انه في متورط ثالث. فنفاها اليوم المحامي جرمانوس بانه المسافه كانت قريبه، ولهيك كانت الطلقات مبينه انه من الخلف ومن الامام. الاخبار الثانيه بقى المتوارده على انه يعرفوه وما يعرفوهوش، كم متصور معاهم، الكلام اللي قالته أم الضحية، أم الجاني، كل هذه الأشياء بيتقال عليها إيه في بيروت؟ نعم، هيدي الأخبار كمان عم تتوارد، وروجت صورة على الإنترنت بأنه نانسي وزوجها بيعرفوا السارق اللي دخل إلى بيتهم من قبل وبتربطهم في علاقة، ولكن تبين بعدين أنه هيدي الصورة مغلوطة، لأنه الشاب اللي واقف بين نانسي وبين زوجها هي لمسؤول الإعلامي في اللي بيعمل لدى نانسي اليوم، وهو صحفي لبناني يدعى إيلي أبو نجم. وهيدي الاخبار طبعا كانت بس تهدف الى التضليل. ولكن اليوم المحامي الخاص بعائله القتيل الاستاذ قاسم الضيقه تقدم الى النيابه العامه الاستئنافيه في جبل لبنان للاستماع مجددا الى المدعى عليه الدكتور فادي الهاشم، وطلب تفريغ الهواتف الخليويه التابعه للقتيل وللمدعي عليه والعمال بمنزل الدكتور فادي الهاشم، وطلب ايضا سحب جميع الكاميرات الموجوده داخل المنزل، وطلب كمان التحقق من موضوع اصابه نانسي عجرم زوجه الدكتور فادي الهاشم والاستماع الى اقواله بهذا الخصوص، والكشف على منزل المدعي عليه، واستدعاء زوجه المقتول مجددا والاستماع اليها لناحيه علمها بوجود تواصل او معرفه مع المدعي عليه فادي الهاشم. يعني كل الامور اللي ممكن تثير تساؤلات حول علاقة الدكتور فادي الهاشم ونانسي عجرم المسبقة بهذا القتيل، طلب اليوم محامي العائلة، عائلة القتيل. ولكن المحامي عائلة نانسي عجرم ومحامي الدكتور فادي الهاشم جابي جرمانوس قال انه ما لا يمكننا اليوم القول سوى انه القضاء اللبناني قام بالتوسع
بالتحقيق بناء على طلب القاضي غادة عون، وبناء على الشكوى اللي وجهتها للمدعي فادي الهاشم، وقال انه الدكتور فادي الهاشم ادلى بافادته، وبناء على هيدي الافاده تمت مخابره مدعي عام جبل لبنان وعادت وقررت تركه سند اقامه، يعني للمره الثانيه حققت معه وتركته بموجب سند اقامه. الاستاذ سعيد حريري الصحفي اللبناني، بشكرك شكرا جزيلا.